للحديث أكثر عن هذا المقال نرحب عبر الهاتف بكاتبه الصحفي فارس الحباشني. صباح الخير أستاذ فارس، أبدأ من حيث أنت انتهيت، لماذا لم يكن أمام المقاومة في غزة أي حل بديل عن طوفان الأقصى؟ نعم، أشكرك صديقي وأسعد الله صباحك وصباح مشاهدي ومتابعي قناة رؤيا. نعم، لماذا لم يكن هنالك غير هذا الخيار وهو الخيار الاستراتيجي؟ طبعا أنت تعلم بأن غزة هي يعني من ربع قرن هي محاصرة. نعم. وأشبه بحالة يعني نكبة يومية، وأشبه بحالة حرب شبه يعني إذا لم نقل يومية، هنالك عدوان إسرائيلي شبه شهري متكرر على غزة. إذا ما يعني جردنا حسبة سنوات غزة من بعد عام 2000 أو من 94 نتحدث تحديدا بداية وجود حماس في غزة، فلا يمر عامان أو ثلاثة إلا تتعرض غزة إلى حرب، وحرب مدمرة من جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى حالة الحصار المتراكمة، بالإضافة إلى ما وصلت إليه القضية الفلسطينية. يعني القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة أصبحت في يعني حالة من التراجع ولنقول النسيان أيضا بالذاكرة حتى الفلسطينية، لا أريد أن أقول الذاكرة العربية والعالمية والإنسانية أيضا، وأنها في جدول الأعمال الدولي والسياسي والإقليمي أصبحت بذيل القائمة وبالهامش. ولكن المقاومة وهذا القرار الاستراتيجي بين قوسين يعني أدى إلى إعادة القضية الفلسطينية، إحياء القضية الفلسطينية، وضع القضية الفلسطينية على الطاولة. نعم. القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهذا هو جوهر الصراع، وهذا هو روح الصراع. نعم. وهذا هو حقيقة الصراع. نتحدث بالإطار التاريخي، بالإطار الجيوسياسي أيضا، يعني هذه حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي أيضا ما بين مفردتين أيضا. لذلك عندما يعني استدرك العقل المقاوم أو لنقل القرار المقاومة في هذه اللحظة خوض هذه الحرب، كان يدرك حقيقة بأن هذا العدو سوف تكون هنالك يعني ردة فعل غير مسبوقة، ردة فعل غير عادية، ردة فعل غير مألوفة من قبل العدو. نعم. الإسرائيلي. نعم، إذا ما نظرنا إلى الصراع الآن من الزوايا الاستراتيجية، فالرابح في المعركة حتى الآن هو المقاومة. المقاومة في الواقع هي التي صوتها العالي ويدها العليا، وهي هذه يعني مؤشرات تحقيق النصر والإنجاز بين قوسين. الخيارات ما زالت حتى الآن إذا ما نظرنا إلى بشكل أوسع استراتيجيا إلى ولادة، أنا أسميه الآن هي ولادة لمقاومات جديدة عربية وإقليمية. نعم. بين قوسين الآن هنالك محور أو قوس لهذه المقاومات يتشكل. حالات أو العمليات العسكرية التي تحدث في اليمن وفي البحر الأحمر. نعم. هي حالة غير مسبوقة. إذا عدنا إلى تاريخ البحر الأحمر، هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة جدا في التاريخ، في تاريخ الملاحة البشرية، إذا جردنا تاريخ ورجعنا تاريخ البحر الأحمر من 5000 سنة، فهو منطقة توتر ومنطقة صراع ومنطقة ساخنة، ووقعت في هذه المنطقة حروب كبرى، لربما هذه المنطقة قد جلب لها حروب وصراعات ما بين امبراطوريات تاريخية كبيرة جدا بسبب مضيق باب المندب وبسبب البحر الأحمر وأهمية الاستراتيجية. الآن يكرر المشهد، ما يحدث في البحر الأحمر الآن والعمليات النوعية الاستراتيجية التي نفذتها القوات الليبية. نعم. والقوات الفصائل الحوثية أيضا هي هامة جدا بالتحولات والتغيرات التي تصير بشكل وجوهر الصراع أيضا. نعم. أستاذ فارس، أستاذ فارس، من هنا يمكن ينظر إلى الصراع بأنه سيكون هو بداية لصراعات أكبر. ربما هذه الصراعات قد لا تتوج حاليا بحرب أو بحرب إقليمية أو صراع أكبر بالإقليم، ولكنها هي ولدت حالة جديدة من أشكال الردع ومعادلات القوة في الإقليم. نعم. الحوثيون قالوا كلمتهم في الصراع، وهذه الكلمة هي استراتيجية هامة جدا، هي متعلقة بمصادر الطاقة، هي متعلقة بأمن الملاحة، هي متعلقة بالتجارة العالمية. أنت الآن تتحدث عن
حوالي أمس في الأخبار قالوا بأن هنالك 50 باخرة قررت عدم الدخول من باب المندب، وهذا الخبر كان صادر عن قناة السويس، إدارة قناة السويس المصرية. هذا الخبر هام جدا، وهو من يعني لربما هو من أهم الأخبار التي تلتقط الآن بالتحولات الضاغطة في الصراع العربي في 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 حرب غزة. عفوا. نعم. طيب أستاذ فارس، عسكريا وفي الميدان يتوالى الفشل العسكري الإسرائيلي يوما بعد يوم، وحتى هو فشل أقرب إلى الفضائح ويدل على رعونة هذا الجيش وعلى أنه معمي بحقده، وفشل استخباراتي جديد سجل يوم أمس عند الإعلان عن اكتشاف نفق بطول 4 كيلومترات يبعد يعني مسافة قليلة جدا عن أحد المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وهي لا تدري ماذا يحدث. وعبر متحدثون باسم الجيش وقادة الجيش عن انبهارهم بالإمكانيات الموجودة في هذا النفق. برأيك هذا الاكتشاف وعملية محاولة تحرير أسير ثم قتله وقتل 3 أسرى وغيرها العديد من السقطات التي تدل على أنه جيش يرتعد وخائف، كيف ستؤثر على وجدان الإسرائيليين في المستقبل، وبالتالي كيف سينعكس كل هذا على أي حرب مقبلة أو أي اشتباك مقبل مع المقاومة؟ نعم صديقي، كما ذكرت بأن هذه هي سلسلة يعني الانهزامات في الجيش الإسرائيلي، لربما هنالك الكثير منها أيضا لم يصل إلى الإعلام. الإعلام الآن في حرب غزة محاصر، ليس هنالك من كاميرا ولا مايكروفون كافي لنقل الصورة الحقيقية والواقعية إلى حرب غزة. هنالك يعني رواية يعني يفرضها أو تنقل عن الإعلام الإسرائيلي إلى حد ما، وبعض من وسائل الإعلام الغربية تنقل ما يحدث في غزة تحديدا، وليس هنالك من رواية تفصيلية كاملة إلى واقع حقيقة الحرب. لذلك أنا نتحدث عن هزيمة أكبر تواجه الجيش الإسرائيلي وجيش العدو في غزة. كما ذكرت، هو بدءا من النفق مرورا بالأخطاء أو قتل الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي إلى أسراه وقتل الجيش الإسرائيلي إلى جنوده، هذه حالة من الارتباك، حالة من الفوضى، حالة من انهيار بالمعنويات التي تواجه الجيش الإسرائيلي. هنالك في قيادات الحرب وقيادات الجيش الإسرائيلي من التقط هذه الصور وهذه المظاهر وحذر وشدد في تحذيره من استمرار المعركة بهذا الشكل. لذلك نحن في هذا المقال يعني قفزنا السؤال عن اليوم التالي، وهذا يعني ما باعتقادي وبتقديري هو ما يجري الآن في مسارات حرب غزة. هنالك الأطراف الدولية، نتحدث تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهي الراعي والأب الأكبر لإسرائيل في هذه الحرب، ومع أطراف دولية أخرى وإقليمية لنقل تحديدا تبحث عن مسارات لليوم التالي. اليوم التالي هو بطبيعة الحال سيكون يعني مساره سياسيا وأمنيا وعسكريا، يعني أمنيا عسكريا بين قوسين وسياسيا أيضا بإطار البحث للخروج عن يعني مأزق مؤدب أو لنقل مأزق ناعم أو مخرج ناعم عفوا أو مخرج يعني لطيف أو مهذب إلى الجيش الإسرائيلي حتى يخفف من حدة الصورة السوداء لهزيمة الجيش الإسرائيلي. نعم. طيب أستاذ فارس، المقاومة تنحسر الآن، الجيش الإسرائيلي إذا ما يعني في حرب غزة الجيش الإسرائيلي هو في المتاهة وليست المقاومة. نعم. طيب أستاذ فارس، يعني مستقبل غزة لن يكون بأي شكل من الأشكال مهما تدخلت قوة عظمى بدون وجود حماس مكون رئيسي، لأن حماس مكون رئيسي في غزة. لكن ما أود أن أسألك عنه بعد انتهاء هذه الحرب، هل سيكون نتنياهو على رأس الشماعة التي سيعلق عليها كل هذا الفشل، أم هل سيقتنع المجتمع والشارع الإسرائيلي أنهم بلا عقيدة وأن هذه الأرض ليست لهم وأنهم أمام حائط صد قوي من المقاومة ومن أصحاب الحق؟ يعني أتفق معك، هي إسرائيل بعد 7 أكتوبر ليست إسرائيل قبل، وغزة والمقاومة أيضا بعد 7 أكتوبر ليست غزة والمقاومة ما قبل. الآن نتنياهو هو
مفردة آنية الآن في هذه الحرب وفي هذا الصراع. لربما نتنياهو هو الآن باستمرار الحرب قد يطيل عمر الحكومة وعمره السياسي أياما فقط. هذه الحرب لها سقف زمني، وهنالك يعني مؤشرات واضحة بأن هذا السقف يقترب كثيرا إلى إعلان وقف إطلاق النار أو إعلان هدنة إنسانية أو إعلان سلسلة هدن تضبط إيقاع العمل العسكري، وخاصة ما يتعلق بالجانب باستهداف المدنيين والاستهداف المفرط بالقتل المدني واستهداف المستشفيات وحرب المستشفيات وغيره. نعم، شكرا أستاذ فارس. أعتذر لضيق الوقت، يعني بدي أشكر وجودك معنا، ونتمنى أن نرى وقف دائم لإطلاق النار قريبا جدا في غزة. أشكر وجودك معنا الكاتب الصحفي فارس الحباشني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.